ضيفنا من نيكوسيا ماريوس هاجي كرياكوس، محلل استثمار أول في اكس ام. ماريوس أهلا بك مجددا، سعيدة بوجودك معي، زمان ما عملنا مطلعنا سوا على الهواء. ماريوس، هل ما رأيناه اليوم من أو ما نراه حتى هذه الساعة على الفيوتشرز من ارتفاعات من الممكن أن يكون كما قلت أنا وزميلي قبل قليل هدوء ما قبل عاصفة أخرى، أم فعلا الأسواق وصلت إلى مستويات يعني دعم هامة وبالتالي الآن المسار الصعودي من الممكن أن يعود وليس هناك أي بير ماركت، إنما كان فقط تصحيح ما رأيناه في آخر ثلاث جلسات؟ مرحبا، يسعدني أن أكون معك من جديد. أنا مع الفريق الذي يقول إننا أمام الهدوء الذي يسبق العاصفة. الأرباح، أرباح شركات لا تنمو في مؤشر S&P 500، وبالتالي الأرباح متراجعة والتقييمات ارتفعت وعوائد السندات ترتفع. عائد سند 30 سنة وصل إلى مستوى قياسي جديد من حيث القيمة الإسمية ومن حيث القيمة الفعلية، وعندما يحصل ذلك عادة نكون أمام ضغط على مكررات الربحية التي تنضغط عندما ترتفع العوائد. وبالتالي بناء على ما يحصل في اجتماع جاكسون هول، وإذا رأينا عوائد السندات طويلة الأجل تواصل ارتفاعها، فهذا الأمر سيشكل ضغطا على البورصة وخاصة مع وجود تقييمات عالية جدا. يعني هل من الممكن القول أنه رغم كل الخوف من أنه قد يستمر التشديد النقدي وقد يستمر ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات أعلى مما هي عليها الآن، إلا أنه سيكون هناك توجه إلى هذه الأصول، أصول الدخل الثابت الأطول أجالا، سيكون ذلك مجديا أكثر من الدخول إلى الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم؟ اليوم تستطيعين شراء سند حكومي أمريكي 10 سنوات يعطيك عائدا يبلغ 2% فوق التضخم وهو خالي من المخاطر، وبالتالي إذا كان التضخم سيكون عند 2 أو 3% في السنوات المقبلة، هذا يعني أنك تحصلين على عائد ب4 إلى 5% على سند أمريكي. هذا الأمر قد يستغرق وقتا، لكن هذا العائد دون خطر يشكل ضغطا على كل شيء آخر من العملات المشفرة إلى الأسهم وحتى أسعار الذهب. نظريا يجب أن تتعرض للضغط عندما يبلغ العائد الخالي من المخاطر هذا المستوى، وخاصة للسندات طويلة الأجل الأمريكية. ولكن ماذا ماريوس، يعني أنا هذا السيناريو الذي طرحته سيناريو منطقي، ولكن ماذا لو استمر التضخم على حاله؟ لأن التضخم المتجذر الستيك انفليشن لم يبدأ بعد بالتراجع كما يرجو الفيدرالي، واستمر التشديد النقدي ربما على مستويات مرتفعة على حالها ولكن لفترة أطول، أو حتى ربما رفع إضافي أو حتى رفعان، لا أحد يعلم ما من الممكن أن يحصل. هذا سيعني كل من يحمل هذه السندات الحالية سيتخلص منها بانتظار سندات ذات عائد أعلى. هل من الممكن أن نقول أن المؤسسات المستثمرة والمحافظ الاستثمارية المؤسساتية المستثمرة بهذه السندات ستنتظر وترى ماذا سيحصل على تلك الجبهة حتى تأخذ قرارا أوضح بالاستثمار في هذه الأصول، أصول الدخل الثابت؟ أنا لا أعتقد أن الاستثمار في السندات جيد، الأمر متعلق بالإطار الزمني. بالنسبة للسندات طويلة الأجل هي جيدة، ولكن إذا كنت تعتقدين أن العوائد سترتفع وبأي سترتفع ارتفاعا إضافيا، من اللافت أن السندات طويلة الأجل عند أعلى مستوى لها بانتظار ما سيقوله باول في جاكسون هول، واعتبارا مما سيقوله يوم الجمعة، إما سنرتفع في العوائد أو سيحصل هبوط وهذا سيكون مؤثرا. لكن أتفق معك أن السوق حاليا تحتسب احتمالا ب10% أن نرى زيادة للفائدة في سبتمبر، رغم أن البيانات الصادرة مؤخرا كانت قوية بشكل استثنائي. أرقام الناتج المحلي الإجمالي من فدرالي أطلنطا عند 5.8% على أساس سنوي، و
أسعار مساكن ده مستويات قياسية في الكثير من الولايات، وسوق العمل قوية والبطالة منخفضة عند أدنى مستوى في 50 عاما. البيانات تشير إلى أننا إما سنرى رفعا إضافيا أو فائدة ستبقى عالية لفترة أطول. هذه هي النبرة ربما التي سيحاول باول أن يتحدث بهذا الأسبوع. ماريو، السؤال الأخير قبل النهاية، ماذا عن التحركات ضمن أسواق الأسهم، وتحديدا أتحدث هنا عن تحركات أسهم التكنولوجيا، هل ستتعرض لنفس الضغوط التي رأيناها في الأسبوع الماضي؟ الأمر سيتوقف على أي أسهم. بعضها صعد صعودا كبيرا مثل مايكروسوفت وأبل، هي سجلت أرقاما قياسية مؤخرا دون محفز أساسي. الأرباح ليست عظيمة والتقييمات عالية جدا، ولكن إذا نظرنا إلى أمازون وجوجل وميتا، الكثير من هذه الأسهم بعيدة عن مستوياتها القياسية، وبالتالي لا يمكن النظر إلى قطاع التكنولوجيا بأكمله، بل لابد من تقسيمه. وهناك أرباح إنفيديا ستصدر يوم الأربعاء أو الخميس، ولكن بالمجمل الشركات ذات التقييمات الأعلى هي من سيتعرض للضغط الأكبر، وخاصة مع ارتفاع العوائد إذا ارتفعت طبعا عوائد السندات. ماريوس هادجيكيرياكوس، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، أنت محلل استثمار أول في XM، شكرا لك.